Chinese. صباح الخير يا باشمهندسين، سامعني؟ صباح النور يا دكتور. ماشي، شكرا لك. السلام عليكم يا باشمهندسين، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رأس السنة الهجرية. بصوا يا شباب، إن شاء الله النهاردة هنتكلم على إيه؟ هنتكلم إن إحنا خدنا اتنين كوردينيتس لغاية دلوقتي في الكيرفلين موشن، خدنا الـ X والـ Y وخدنا الـ T والـ N. عرفنا الـ X والـ Y ليه أوريجن
وليه اتنين اكسيس فيكسد ما بيتحركوش. طبعا ده احنا في دراستنا بتاعت دلوقتي يعني، هما الاكس والواي ممكن يتحركوا اليوم تكنيك بيتحركوا بيه الاكسيس نفسه، بس ده اوت اوف انترست بالنسبه لنا يعني. تمام. وفي تي وان دول اتنين اكسيس الاورجن بتاعهم عند البارتيكل وبيتحركوا معاه. في نوع تالت بقى من الكوردينيت اسمه بولر كوردينيت. بس خد بالك من حاجه، انا هقول لك ثلاث تعريفات احنا هنتعامل مع واحده منهم او اتنين يعتبر. تمام. في حاجه اسمها بولر كوردينيت، وفي حاجه اسمها سيلندريكال كوردينيت، وفي حاجه اسمها سفيركال كوردينيت. البولر كوردينيت دي اللي هي الاساسيه، اللي هي تعتبر احداثات القطبيه اللي في حاجه اسمها ار وثيتا. في سيلندريكال كوردينيت هي حركه في 3 دي. تمام. بس هي في الاصل 2 دي، يعني ممكن تختزل ل 2 دي. يعني بتبقى عندك الحركه، يعني بص خليك معايا تحتين، شايف الار والثيتا دول؟ الجسم بيتحرك على كيرف، بعرفه بحاجه اسمها ار وحاجه اسمها ثيتا، لسه هنعرفهم بالتفصيل كل واحد من دول. طب دلوقتي ده كده في الحركه 2 دي، لو انا حركت الحركه دي في 3 دي كمان بس في اتجاه زد فقط، عمودي عليهم، يبقى كده معناه ان الحركه بتاعتك كانها بتتحرك في مستوى قطبي عادي اسمه R والثيتا، وبيطلع فوق في زد. يبقى معناه ايه؟ معناه ان القاعده بتاعت المستوى دي بتتحرك في اتجاه زد، عشان كده اسمها سلندريكال. يعني كده الحركه غالبا هتلاقيها عامله كده حلزون، تلاقيها طالعه سبايرال، يعني حاجات تلاقيها زي السلندر كده، عشان كده اسمها سلندريكال كوردينيت. يبقى السلندريكال كوردينيت دي حركه 3 دي بس بتتعامل 2 دي زائد الاكسس بتاع الزد. طب الحركه بقى السفيريكال؟ لا، الحركه السفيريكال ان الار والثيتا وحاجه ثالثه اسمها فاي مش هنيجي ناحيتها، اتلغت من المنهج ومش هنديها يعني، بس هي موجوده يعني. لما بتيجي تتحرك الثلاثه بيتحركوا معاك فين؟ في الحركه بتاعتك، ودي بتبقى غالبا حركه البندوليه مثلا في 3 دي كده، هتلاقي ان هو بيتحرك بالار والثيتا والابساي او فاي اصلا، ما تفرقش يعني المسميات مش حاجه يعني، بس الثلاث اكسيس دول بيتحركوا فيهم. دول لما تيجي تلاقيهم في الكتاب ما قالكش دعوه بيهم، اللي هو الحركه الايه؟ السفيريكال. السفيريكال دي حركه 3 دي بتاعت القطبيه، هي اسمها سفيريكال اصلا. اما السلندريكال دي سبيشال كيس، بتبقى حركه بولر وبيطلع المستوى بتاعك كل شويه بيطلع ايه؟ في الزد. فانت هتحل المساله كانها بولر عادي، والزد ده بتبقى كومبوننت زياده في الحركه بتاعتك. يعني لو هتجيب مثلا الماجنيتيود هتحل المساله مثلا بتاعت الاكسلريشن وكل حاجه كانها 2 دي، بعد كده تحط الكومبوننت بتاع الزد، بتحلها مثلا سبيد تحط الزد، بوزيشن هتعمله في الار والثيتا عادي، وبعد كده تحط الزد. تمام كده فهمنا ايه الفرق بين الثلاثه. فكلمه بولر دي الاسم الاساسي اللي هي احداثات قطبيه، سلنتيكال حركه 3 دي، السفيريكال دي الحركه 3 دي الكبيره بقى الاصليه، بس دي مش هنيجي ناحيتها. تمام. فيعتبر كده الايه؟ الحركه اللي هي ال 3 دي بتاعت البولر كوردينيتس ملغيه، بس السلندريكال دي حركه 3 دي تعتبر ايه؟ 2 دي، عشان كده سايبينها لك. فكده دي ايه؟ خففت عنكم شويه المعنى. تمام. يبقى نيجي بقى نعرف السلندريكال كومبوننت. ولازم بص يا شباب، لما تيجي تحلوا في الامتحان لازم تفهم التعريفات، اللي ممكن السؤال ما يجيلكش بطريقه مباشره، معتمد على فهمك انت فاهم هو عباره عن ايه اللي انت بتجيبه. تمام. وانا شرحت لكم كل التعريفات اللي ممكن تخليكم تحل الاسئله. بيقول لك ايه؟ Sometimes the motion of the particle is constrained on a bus that is best described using cylindrical coordinates rotational usually. يعني ايه؟ خد بالك ان اختيار الاكسيس 100% اوبشنال ليك. خد بالك بس عشان تبقى فاهم المعلومه دي، يعني اي نوع كوردينيت او اكسيس انت بتختارها ايا كانت بتبقى 100% مسموحه. يعني انت ممكن تحل مساله البولر بالسلندريكال بالاسمه ده بالكارتيزيا، ممكن تحلها بالتانجنشال، ممكن تحلها زي ما انت عايز. بس للاسف الشديد احيانا طريقه حلك بالكوردينيت غير المناسب للمساله بيصعبها عليك. بس بتتحل؟ اه بتتحل. طب تقول لي يا دكتور انت محلهم كلهم بالاكس والواي، حلهم كلهم بالاكس والواي، بس ما تجيش عند مساله روتيشنال
وتيجي تحلها بالاكس واي هتلاقي نفسك بتحل المسألة دي 3 أضعاف الوقت والكمية والحل هيبقى أكتر. فأنت نسبة 90%، بص بقى أنا هقول لك هي دي طبعا مش قاعدة ثابتة يعني، بس أنا بقول لك سرعة الاختيار نبتديها من تحت لفوق يعني. أنت بص لو ما لقيتش دي تنفع يبقى انقل على التانية. لو الحركة روتيشنال يعني روتيشنال دورانات يعني، أنت ما لقيت مثلا بندول ساعة عقرب ساعة بندول يلف، لقيت حاجة بتلف في طريق دائري، بتبتدي بالبولر كوردينيتس رقم 1. بس اسمع الكلام ده، الفكرة دي من عندي أنا، مش هتلاقي في كتاب ولا حاجة ثابتة، بس هي إيه أسهل طريقة ممكن تختار بها الكوردينيتس. وإن كان في الامتحان كده كده عشان امتحان MCQ فهتلاقي الإجابات أصلا موجود فيها نوع الاختيار الكوردينيتس اللي أنت هتحتاجها. يعني هيقول لك مثلا هات لي النورمال كومبوننت التانجنشال كومبوننت، فأنت تبقى فاهم إن أنت عاوز إيه تي و ان، وان كان ده يعتبر كده احنا بنغششك الاجابه اللي احنا عاوزينها. المفروض اقول لك هات الاكسلريشن وخلاص، وانت بقى تصرف بقى تجيبها بولر تجيبها بتاع، بس انا دي بشرحها لك عشان لما تحل في حياتك العاديه. يبقى لو حركه روتيشنال بندول ساعه عربيه بتلف في طريق دائري مسمار الحاجات دي كلها بعملها بايه؟ بالسلندكال. تمام. طب افرض هي مش روتيشنال قوي يعني، مثلا بتعمل مثلا كده وتطلع كده وتنزل كده، لو كيرف كومبليكيتد شويه كده يبقى انا بلجأ لمين؟ للتي والان. تمام. طب لو التي والان ده امتى بستخدم بقى التي والان؟ خد بالك لو ورك كومبليكيتد شويه التي والان بيبقى اسهل لها، خاصه لما يكونش معايا معادله المسار. يعني لو الكيرف ده انا مش مرسوم لي الايكويشن بتاعته، يعني معيش ايكويشن ليه، خد بالك مش ايكويشن ليه ده، يعني انا مرسوم قدامي بس ملوش مثلا واي بتساوي 2 اكس تربيع مثلا، يبقى التانجنشال كوردينيتس الافضل. طب افرض معايا معادله المسار بتاعته، لا ده يبقى الاكس والواي دول اسهل واسهل. تمام. طبعا الاختيار ده انت مش هتتزنق فيه في الامتحان، ما تخافش. ليه مش هتتزنق فيه في الامتحان؟ لان قلنا احنا كده كده بنسالك ايه مباشره، وبتبقى المساله واضحه جدا هي عاوزاه. يبقى احنا البولر كوردينيتس دي افضل لها حاجه ايه؟ الحركه روتيشن. اذا موشن از ريستريكتد تو ذا بلين ذن بولر كوردينيتس ار يوزد. يعني بص خد بالك من حاجه، لما اكون ماشي فيرتيكال ماشي في مسار دوراني بستخدم السلندكال، لكن لو هو ريستريكتد تو بلين بستخدم البولر. ودي لسه اللي انا معرفها لك دلوقتي، ان البولر ده 2 دي سلندكال اللي هو 3 دي او مسار ايه دائري، يعني عامل كده. يعني انت لو طالع كده في السماء كده وده اتجاه الزد اهو، وادي الار وادي السيتا، فانت هتلاقي نفسك ايه بتتحرك 3 دي، بس هي الحركه دي تعتبر 2 دي بتتنقل لفوق، فده بس لينك. تمام. هتلاقي عندك اتنين دايركشن، دايركشن اسمه ار ودايركشن اسمه سيتا. خلي بالك من حاجه، البولر كوردينيتس ليه اورجن واورجن ثابت، يبقى كده استفدنا ايه؟ ان هو زيه زي ال الكارتيزيا كوردينيت لي اورجن ثابت. تمام. بس لاحظ حاجه، ان الاثنين اكسس بيلفوا، يعني الار لو هنا الجسم راح هنا، لاحظ ان الار ايه اللي هيحصل فيه؟ هيلف معاك. وبما ان السيتا الدايركشن سيتا عمود عليه دائما فهيلف معاك. يبقى الار والسيتا واخده من خاصيه الكارتيزيا كوردينيت الاورجن الثابت، واخده من التي والان حركة ان ايه بتتحرك مع الجسم، دي الميزة بتاعتها. بس دي فيها ميزة ان ممكن احضر اعمل بيها البوزيشن، عكس كاتمين التي والان. قلت لك التي والان صعب قوي تحديد البوزيشن. ليه ينفع احضر البوزيشن؟ لان في اورجن، طالما في اورجن ثابت بقدر احضر البوزيشن. يبقى البوزيشن بتاعي عبارة عن ايه بقى تعريفه؟ هو بعد الجسم عن نقطة الاورجن. لاحظ ان بعد الجسم عن نقطة الاورجن واقع في الدايركشن بتاع ار، اللي هو اليونت فيكتور بتاع ار. لاحظ ان دايركشن ار ده اسمه راديال دايركشن، واليونت فيكتور بتاعه اسمه يو ار او ار كاب. عشان بس لو لقيت ايه حاجه مكتوبه في الامتحان تبقى فاهم ان ار كاب ده اللي هو الايه الدايركشن بتاع ار. هلاحظ ان البوزيشن دايما موجود فيه، يعني لو انت طلعت فوق شويه كده هتلاقي ار هنا، يبقى البوزيشن بتاعك هو نفسه مين؟ الفيكتور بتاع ار. طب يبقى السيتا بقى عبارة عن ايه؟ السيتا عمودي على الار، اسمه ايه؟ Angular Direction. تمام؟
فانت عندك ايه الانجل دايركشن ده، وفي ناس بتسميه ترانسفيرس دايركشن. انا اشرح كل ده بالتفصيل. ده اسمه راديال اللي هو القطري او نصف قطري قصدي، وده ايه ترانزيشن او مستعرض او ايه انجلر دايركشن. هتلاحظ ان انت دلوقتي هنا ده غالبا بيبقى الاكس اكسس او الاتجاه الافقي، مش شرط يعني ممكن يكون اي حاجه هنا، بس غالبا بنسبه 99% بيخلي ده هنا الاكس دايركشن. سيتا بتتقاس كاونتر كلوك وايز بوزيتيف، وما ينفعش اقيسها في اي اتجاه تاني غلط. يعني البوزيتيف بتاعها في الاتجاه ده، حتى لو لفيت الناحيه الثانيه البوزيتيف بتاعها في الاتجاه ده. فالبوزيتيف بتاعها فين؟ كاونتر كلوك وايز. لاحظ النقطه دي عشان ما ينفعش في الامتحان، حتى لو جبتها لكش تبقى فاهم ان هي دايما ايه بوزيتيف. فهتلاقي ايه؟ هتلاقي ان اتجاه سيتا دايما عمود على ار في اتجاه مين بقى؟ في اتجاه زياده سيتا. سمع الجمله دي؟ في اتجاه زياده سيتا. بعمله زي المومنت، بثبت ايديا، بحط اصبعي او كف ايديا على الار والف في اتجاه سيتا، فهتلاقي ان هو عامل كده، فيعتبر زي المومنت كده. يبقى اتجاه سيتا فين؟ عمودي، كانه مومنت بالشكل ده. فانت غالبا بنسبه 90% من مسالك هتلاقي الار والسيتا كده على طول، عمال يلفوا كده. بس خد بالك لما تيجي هنا الاقي ان ار بقت كده وسيتا لتحت. هتقول لي هي اتقلبت؟ لا هي ما اتقلبتش، كل ده سيتا بتلف في الاتجاه ده، لسه الاتجاه البوزيتيف. عشان كده بقول لك لو عايز تعرف الدايركشن بتاعها في اي مكان تعملها كانك بتتعامل كانها مومنت. تمام؟ يبقى انا كده بحدد البوزيشن ازاي؟ من ار. لو كتبت ار ده في سوليد فيكتور، خد بالك ان انت لو كتبت الار في سوليد فيكتور بالار ده انت كده لسه ما حددتش الاتجاه، لان الار ده دايما بتغير مكانه. يعني لو قلت 5 ار كاب، خد بالك ان ار كاب ده ممكن لما اجي هنا الاقي هنا برضو 5 ار كاب، ما انا طلعت لفوق. يبقى معناها ايه؟ ان الدايركشن بتاع لو كتبت الدايركشن بوزيشن كده فيكتور 5 ار كاب لوحده مش هيقدر يعرف لي مكاني، لان ممكن الف كده ويفضل كلهم 5 ار كاب، مع لان انا بلف مع الار. مين اللي هيحدد لي الحاجه الثانيه؟ السيتا. لان من السيتا هقدر احلل الار كاب في اتجاه الاكس والواي. يبقى البوزيشن هنا في الار والسيتا هقدر احدده، بس بضطر الجا تاني اعرفه بالنسبه لمين؟ للاكس والواي. بس بيتعرف بسهوله، ليه؟ لان زاويه سيتا معايا ومعايا الار ايه اللي هو البعد. تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا ايه الدايركشن بتاعته. يبقى نيجي بقى نسمي واحد واحد. عندك الترانسفيرس كوردينيت او الاتجاه المستعرض اللي هو سيتا. بص بقى خد بالك من حاجه، ان هو ده بيكون وعندنا راديال كوردينيتس اللي هو الار. ودايما بقى خد بالك من حاجه، ار دايما بوزيتيف. يعني ايه ار دايما بوزيتيف؟ يعني انا دلوقتي عندي ار دايما طالع من الاورجن رايح للجسم، اياك تعكسه. هنضف الكلام ده كله ثواني كده. يعني ار دايما خارج من الاورجن، سمع الجمله دي؟ دايما خارج من الاورجن رايح للجسم. لو الجسم راح الناحيه الثانيه، يعني لو جبت الجسم الناحيه دي كده، الار يبقى طالع من الاورجن رايح للجسم. تمام؟ ده دايما ايه؟ اتجاه الار. اياك تدخله لجوه، عمره ما يطلع معاك الار نيجاتيف. نفس الكلام للسيتا. السيتا بقى ممكن تطلع بوزيتيف او نيجاتيف، ليه؟ لانك انت لو بتلف الناحيه دي والسيتا الناحيه دي، فهتلاقي كل الكونفرس بتاعتك ايه؟ نيجاتيف. لو انت بتلف الناحيه الثانيه تلاقي كل الكوميونتر بتاعتك ايه؟ بوزيتيف. يبقى السيتا ليها اتجاه بوزيتيف وحيد اللي هو فين؟ في اتجاه كاونتر كلوك وايز. وار مالهاش غير اتجاه واحد بس معرف اللي هو طالع من الاورجن. يبقى هي نفس خاصيه مين؟ التي والان. فاكرين التي والان؟ قلت لك ابد الابدين ليهم اتجاه محدد، التي في اتجاه الحركه والان داخل الاورجن بتاع ايه؟ الروتيشن. هنا نفس الكلام، الار طالع من الاورجن في اتجاه الجسم، وسيتا ايه؟ عمودي عليه في اتجاه زياده سيتا اللي هو الايه؟ كاونتر كلوك وايز. تمام؟ يبقى اوت وورد فروم فيكسد اورجن اند ترانسفيرس كوردينيت سيتا ويتش از كاونتر كلوك وايز انجل بتوين ا فيكسد ريفرنس لاين. طبعا الفيكسد ريفرنس ده ممكن يكون اي واحد، مش ممكن يكون واي، ممكن يكون اي خط راسي.
بس احنا بنسبة 90% او بيحبذ ان انت تعمله بالافقي مع الاكس اكسس، بس برضو براحتك. بس احنا في الامتحان غالبا ايه بنحدد ده، وما بين مين الار اكسس، يبقى يعتبر الجسم بيبعد قد ايه بيستخدم الار وبيلف قد ايه بيستخدم مين السيدا. The angle generally measured in degrees or radian. ممكن نتعامل كده او كده. طبعا احنا عارفين بنحول الراد ازاي لدجري. Both the direction of r and theta coordinates are defined by the unit vector r cap و theta cap. Here r cap is the direction of increasing r when theta is held fixed, and theta is the direction of increasing theta when r is held fixed. فاهمين الجملتين دول معناه؟ تعال لو عندك الاثنين كوردينيتس كده، تمام، دول اكس ودول واي، دول مش الار والثيتا بتاعك، تمام، وعندك جسم هنا ماشي اهو في المسار الرمادي ده كده ماشي كده، عندك اثنين كوردينيتس، عندك ار داخل الجسم وطلع منين؟ من الأورجن. وعندك ثيتا عمود عليه بنكلر عليه في اتجاه مين؟ زيادة ثيتا. لاحظ حاجة، ممكن في احتمال الجسم ده يكون بيقرب، يعني الجسم ده يكون ماشي على المسار الأزرق ده، فإيه اللي بيحصل فيه؟ لاحظ إن أنا لما أجي هنا الجسم قرب شوية، يبقى الأر إيه اللي حصل فيها؟ صغرت. يعني الار اللي هنا اقصر من الار اللي هنا. هل ساعتها اكتب ان الار نيجاتيف؟ اه، هتكتب الار فاليو نيجاتيف لانها بتنقص، ولا هتقول ان هي بص في عادي؟ هتكتبها بص في عادي. ليه؟ لان الفاليو متقسم من الاورجن في اتجاه بص في دايركشن، بس هتلاقي ان الريتنج بتاع المقسام بتاعها بوزيتيف او نيجاتيف، هو ده اللي بيعرفني هي بتكش ولا بتفرد. يبقى هنضطر نتعرف حاجه اسمها ار دوت. ار دوت هو اللي بيحدد لي هل الار بتنقص ولا بتزيد، لان الار لازم بوزيتيف، لازم قيمه الار بوزيتيف، لان ده طول او بعد. هل البعد هنا او هنا نيجاتيف؟ لا، الاثنين بعد بوزيتيف. نفس الكلام ثيتا بتزيد في الاتجاه ده، لو انا لفيت العكس هل اكتب ثيتا نيجاتيف؟ لا، لان لاحظ حاجه ان انت لو بتنزل لتحت هنا شايف البنفسجي ده اللون البنفسجي، هتلاقي ان الثيتا ايه اللي حصل فيها؟ نقصت. عيب، مش هو انا لما نزل لتحت ثيتا نقصت؟ هل ثيتا نيجاتيف؟ لا، دي هتلاقي 13 مثلا ودي هتلاقي 30، يبقى الفاليو بتاعتها لسه بوزيتيف. مين اللي حدد لي انا لفيت يمين ولا شمال؟ حاجه اسمها ثيتا دوت. ثيتا دوت هي اللي هتحدد لي انا بلف مع ثيتا ولا عكس ثيتا. يبقى الفاليو بتاعت ثيتا وار دايما بوزيتيف. الكلام ده خد بالك ان هيبلر مش كاتبه، بس لازم تعمله، لانك انت لو غلطت فيها تبقى غلط. يبقى دايما ار كاب ملهاش غير بوزيتيف، وثيتا كاب ملهاش غير ايه؟ بوزيتيف. مين اللي بيحدد البوزيتيف والنيجاتيف بقى الاتجاه الدوران بتاعي؟ حاجه اسمها ثيتا دوت وار دوت. يبقى نيجي ايه؟ نعرف الكلام ده عندنا. تمام؟ Note that these directions are perpendicular to one another. طبعا احنا عارفين كده. نيجي نعرف بقى كل حاجة. عندنا حاجة اسمها البوزيشن. طبعا البوزيشن هو بعد الجسم عن نقطة الأورجن، فنلاقي إن هو عبارة عن R function of T في اتجاه R كاب. محدش بقى عبقري يقول لي زائد ثيتا ثيتا كاب. طبعا ربنا رحمك من العك ده بسبب الامتحان ام سي كيو، لأنك أنت مش هتعرف تكتب الجملة دي، وإحنا مش هنحطها في الاختيارات. لان ده يبقى ايه؟ عك. لان خد بالك من حاجه، الار اليونتس بتاعتها متر او لينس يعني. هنا ثيتا ثيتا كاب دي اليونتس بتاعتها ايه؟ راد. ينفع يكون في فيكتور مركبه منه متر مركبه منه راد؟ ما ينفعش. فانت البوزيشن بيتحدد فانكشن ار تي في ار كاب. طبعا خد بالك ان ار تي ده بتتغير كماجنتيود، خد بالك ان الار بتتغير كدايركشن. يعني تاخد بالك من نقطة مهمة جدا، R vector is a function of T هو كمان، لأن هو بيتحرك. يعني أنت لو بعد دقيقتين هتلاقي مكانه هنا، يبقى R cap مش constant،
أركاب function of t يبقى ممكن يتفاضل. سمع الجملة دي؟ فأنا لو فاضلت الأرك مش أنا دلوقتي بجيب الفلوستي، مش الفلوستي هي اسمها R dot، تفاضل الفيكتور بتاع R dot. تمام؟ يعني أنا عشان أجيب الفيكتور ده بفاضل كل ده بالنسبة للتايم. خد بالك أنت في مشكلة، أنت فاكرينها بسبب الكارتيزيا كوردينيتس، إن X فيكتور بيبقى X dot فيكتور عادي. وفاكر انت بتفضلها كده يطلع لك الفي، يبقى كده معناه ان انت بتقول لو اكس اي بتساوي اكس دوت اي، انتوا فاكرين كده ان انت بتفضل اللي جنب الفيكتور بس. لا، هي طبعا ليها تفسير رياضي كبير قوي، بس انا مش هدخل في الرياضه، بس انا هقولها لك بتفسير بسيط كده ايه يدخل دماغي. اي ده فيكتور كونستانت ما بتغيرش الدايشه بتاعه، فانت تفاضل الاول في الثاني يبقى اكس دوت في اي. طب تفاضل الكونستانت بكام؟ بزيرو، عشان كده المفروض زائد زيرو في ايه اكس. ده المفروض الديفرنشيشن صح. طبعا ده انا بقول لك ده تخريف اللي انا بقوله ده، بس عشان افهمك ليه الكلام ده، لان اي في حاجه اسمها اي دوت ده تفاضل الفيكتور. بس صدفه لما بنيجي نعمل نفاضل الكومبوننت بتاعت اكس وواي تيجي تفاضلها ترجع تاني اكس دوت اي، ده صدفه. بس انا فسرت لك تفسير عبيط كده ايه يدخل دماغ اي حد، ان انت ده كونستانت وده ايه فاريبل، فانت بتفضل الاول في الثاني والثاني ايه بزيرو. هنا لا، لما اجيب الفيلوسيتي، لما اجي فاضل الفي وفاضل الفيكتور بتاع الار دوت، لاحظ ان ده داله مضروبه في داله ثانيه، مش ده ار تي فانكشن اوف تي وده فانكشن اوف تي، يبقى كده دي الاولى والثانيه. يبقى انا بفضل الاولى بضربها في الثانيه زي التفاضل الثانيه في الايه في الاولى، فانت هيطلع لك ساعتها الفيلوسيتي بالشكل ده، ار دوت في ار كاب زائد الار بتفاضل الار دوت، ده ار كاب دوت. تفسيره يجي منين؟ نرغي من عليك الاثبات ده. كان زمان في الامتحان كنا بنطلب منك اوجد ايه اثبت تفاضل الفيلوسيتي، فانت انا كده فسرت لك على العبيط كده ايه على خفيف كده، بس ايه بس انت مش مطالب بالاثبات، عاوز تعرفه موجود في الكتاب ممكن تقراه. يبقى انت فهمت ليه الفلوستي هنا اتنين كومبوننت، مش زي الرياضيات مش زي الكارتيزيا كوردينيتس، دي التفاضل الاولى في الثانيه زي التفاضل زائد التفاضل الثانيه في الاولى. طبعا التفاضل اللي هو سيتا دوت سيتا كاب ده جه منين؟ دي ايه مسؤوليتك الشخصيه، انا مش هشرحها ولا اقولها هي جت منين. تمام، ان التفاضل ده ما ينفعش اقول المركبه بتاعته. يعني في ناس من الامتحان بتجي لك تجيب لك الفي اي تقول لك ان هي بتساوي ار دوت ار كاب، ياخد زيرو على طول، ليه ياخد زيرو؟ عشان ده مش الفلوس اللي احنا عاوزينه. تمام، وعندك هنا ار سيتا دوت كاب، دي ايه دي جزء وده جزء، كل جزء من دول ليه اسم، احفظه زي اسمك. ليه بقى؟ عشان انا في الامتحان غالبا بقول لك هات لي راديال كومبوننت او ترانزفيرس كومبوننت، تبقى انت فاهم دي ايه ودي ايه. الجزء اللي هو ار دوت ده اسمه راديال كومبوننت، المركبه المستعرضه، ومنطقي لان مع مين الار كاب، وعندي في كاب اسمها ترانزفيرس كومبوننت وهي مع مين مع سيتا كاب. فبالمخ كده في الفي راديال عباره عن ايه ار دوت، ترانزفيرس كومبوننت اسمها ايه ار سيتا دوت كلها على بعضها. اوعى تغلط الله يبارك لك في الامتحان وتكتب سيتا دوت بس هي دي الترانزفيرس كومبوننت، ترانزفيرس كومبوننت ار سيتا دوت. طب سيتا دوت لوحدها اسمها ايه؟ اسمها انجلر فيلوسيتي او السرعه الزاويه، اليونتس بتاعتها راد بير سكند او ار بي ام ريفولوشن بالمينت. تمام، تعرفها عباره عن ايه؟ الريت اوف موشن as the rate of motion along the circumference of the circle having a radius of a r. يبقى ايه؟ طول ما انت عندك المحيط بتاعك بيبقى عندك الريديوس بتاعك ايه؟ r. تمام؟ طبعا الماجنيتيود بتاعه عباره عن ايه؟ root vr square زائد v theta square. هو نفسه ماجنيتيود مين؟ root vx square زائد vy square. هو نفسه مين؟ vn سكوير زائد vt سكوير. غلط، ليه؟ احنا اتفقنا ان v في vt بس في الدايركشن بتاع vt،
مفيش بي ان، اياك تلخبط نفسك بالعك ده. تمام، الفلوسيتي في التانجنشال في اتجاه التي بس، ملهاش اتنين كومبوننتس، تبقى كومبوننتس واحده بس، يبقى في ار سكوير بتساوي في سيتا سكوير بتساوي في اكس سكوير زائد في واي سكوير. And the direction v, v is of course the length of the bus, tangent of the bus. لاحظ حاجة زيها زي مين؟ ال t وال n. v tangent للمسار، v دايما يعني ده انت لو مين بتعمل ايه ولا ايه المسألة ايه لازم ال v tangent للمسار. فلاحظ ان ال v r وال v سيتا الاتنين ايه؟ tangent للمسار. فانت لو عندك t cap هتلاقي t cap هنا والان داخله فين؟ ناحيه التقاوس بتاع الكيرف. طبعا انت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تحول من تي والان لار وسيتا، بس ساعتها مش هتستفيد حاجه. يعني غالبا احنا بنحول التي والان للاكس والواي، والار والسيتا والتي والاكس والواي برضه. بس دي يعني ممكن تساعدك في حاجات لو اديتك التاتا تي وان وانت عاوز ايه تلجا لمين؟ تلجا للار والسيتا. تمام، دي الاكسلريشن. طبعا دلوقتي احنا كان عندنا كام فانكشن؟ 1 و2 1 2 3. فانت كده دي حاصل ضرب دالتين، دي حاصل ضرب ثلاث دوال، فانت هتفضل دي مره، بعد كده تفضل دي مره اللي هي الاولى في الثالثه، تفضل الثاني في الاولى، بعد كده دي بقى تفضل الاولى في الاثنين التانيين، زي التفضل الثاني في الاثنين التانيين، زي التفضل الثالثه في الاثنين التانيين. هيطلع لك الكركبه دي كلها لما تيجي تخلصها، هيطلع لك الاكسلريشن بالشكل ده. تحفظ حفظ، مش هجيبها لك في الامتحان، تحفظها. الكركبه دي كلها على بعضها اسمها راديال كومبوننت، الكركبه دي كلها على بعضها اسمها ايه؟ ترانزفيرس كومبوننت. طبعا كل جزء من دول ليه تفسير لوحده، بس انت ملغي من عليك تفسير كل واحد لوحده. انا هديك تفسير الحاجات الايه البسيطه اللي هي الايه اللي تمشي لك الدنيا. ار دبل دوت ده معدل زيادة مين؟ سرعة السرعة الراديال. يعني مثلا لو راديال ده بيحصل له انكريز بمعدل معين، معدل بقى زيادة معدل الانكريز ده اللي هو R double dot. تمام؟ دي لوحدها. طب الجزء النيجاتيف R theta dot square هو ده النورمال كومبوننت اللي احنا كنت فاكر لما كتبت لك كده ان هو بيساوي R omega square بتساوي مين؟ بتساوي في سكوير على رو، هما اللي تدوا بيساوي بعض. فانت لو انت ممكن تنقل ما بين التانجنشال والنورمال عن طريق الكومبوننت دي، لو جبت ار اوميجا سكوير هتلاقي ان هي نفسها مين؟ في سكوير على رو، وتقدر ساعتها تجيب نصف قطر الانحناء بتاع المكان بتاعك. تمام، بس يعني احنا نسبه كبيره قوي بقيناش نطلب الكركبه دي، بس انا بقول لك يعني كمعلومه ليك او كعلم ليك. يجي كنبيه ما جاش ما فيش مشكله. تمام، بس كل دي على بعضها اسمها راديال كومبوننت. اياك تجيب الراديال كومبوننت ار دبل دوت بس، ما اسمهاش راديال كومبوننت. راديال كومبوننت هي كلها اللي جنب ار كاب. دي اسمها ايه؟ دي الريت اوف تشينج اوف ايه، اوف الريت اوف تشينج اوف ايه بوزيشن، او ايه اللي هو الديستنس بتاعتك من الورش. طب ار سيتا دبل دوت، سيتا دبل دوت لوحدها اسمها ممكن تتكتب احيانا الناس بتكتبها الفا، والتانية كانت بتتكتب اللي هي سيتا دوت، احيانا الناس بتكتبها اوميجا. دي اسمها انجلر اكسلريشن، دي بتاعت ايه؟ راد بالسكند سكوير. طبعا 2 ار دوت سيتا دوت، احنا عارفين الار دوت دي كانت مين؟ هي اللي كانت في الفلوسيتي هنا، وسيتا دوت اللي هي مين؟ اللي هي لسه ما عرفناها هنا. طبعا الاثنين دول على بعض ليهم اسم، والاثنين دول على بعض ليهم اسم، بس انا مش هقوله، مش هضيع وقت فيهم، لان انت مش هتطلبوا منك في الامتحان، وما لهمش لازمه بالنسبه لاي حد، يعني كده كده بتتحفظ. دي اللي هي لازمه بس لو انت بتعمل حاجه شغل سيارات او ماشين. تمام، بس الجزء ده كله على بعضه اسمه ايه؟ ترانزفيرس كومبوننت. فانت لو جالك في الامتحان قلت لي هات لي راديال كومبوننت، هجيب كل ده، هات لي ترانزفيرس كومبوننت، هات ده. تمام، يبقى انت كده عندك اي ار ار كاب، اي سيتا سيتا كاب. طبعا الماجنتيود تشوف بتاع عباره عن ايه؟ A R square زائد A theta square هو نفسه مين؟ لو هنا X و Y هنا، أو T و N. T و N عادي، ليه بقى؟ لأن الاتنين إيه؟ ليهم اتنين كومبوننت. طبعا لاحظ إن نفس الكلام لازم الـ A جوه الكيرف. ليه؟
لان انا عندي تي والان هيبقوا عاملين كده، هتلاقي برضو داخلين ايه لجوه، يبقى لازم برضو زي الثانيه لازم لما اجي اخلص المساله اتاكد ان الاكسلريشن داخله ايه لجوه. طبعا لو عاوز تجيب الزاويه بتاعتها مع اكس وواي بسيطه، عندك سيتا وهتجيب هنا فاي، يبقى انت عندك الانجل بتاعتك عباره عن ايه سيتا زائد فاي، يبقى دي سيتا ايه ايه، يبقى انت كده ممكن تجيب الدايركشن بتاع الايه بمنتهى السهوله في حاله الايه البولر، اسهل بكتير من ايه بالتانجنت ايه كونفرس. تمام، عشان كده بقول لك بتبدا الاول تشوف البولر، لقيته حلو كلام، لقيته مش حلو ارجع لمين للاكس والواي يكون فيها معادله الموشن، لو ما فيش معادله المسار بدخل على التي والان، دول اخر ناس ايه بستخدمها. تمام، في اي استفسار في اي حاجه في الجزئيه النظره دي قبل ما ادخل في المسائل؟ نعم تمام. حد هيسال؟ ماشي. دلوقتي الاول اكزامبل عندنا بيقول لك ايه؟ ذا رود او اي، شايفين عمود او اي روتيتس ان ذا هوريزونتال بلين، بيلف في مسافه ايه افقي. يبقى انت كده عندك ده ايه؟ اكس. هتقول لي طب ليه حطيت الاكس كده؟ براحتي، قلت لك حطوا اي حاجه، بس غالبا الاكس بنحطها في القاعده اللي بتزيد منها سيتا. يعني انت شوف السيتا بتزيد من هنا، شايف بتزيد من النقطه دي، يبقى ده الاكس. هتريحك جدا في الحل. بعد كده ايه؟ سيتا بتزيد اللي في الاتجاه ده، يبقى ده الاكس ده. such that سيتا بتساوي تيتا كيوب. تي كيوب. سيتا ايكوال تي كيوب، دي معناها الفانكشن بتاع زياده سيتا. لاحظ بقى كارثه خارقه هنا. لما اي اكتب لك سيتا بتساوي تي كاب لازم تكون الريد. ليه لازم تكون الريد؟ القاعده دي اعرفها ليك انت شخصيا كده. اي انجل بره الكوزاين والساين لازم تتعامل بالريد طبعا، والتان بقى والحاجات دي كلها. يبقى انت اي زاويه بره تروجنوماتيك بتتعامل بالريد، ما ينفعش تستخدمها بالديجري. تمام، يعني انت لو عندك سيتا بتساوي 3 ار، ما ينفعش اقول السيتا بتساوي 45 ديجري، غلط، لازم تطلع بالريد، لان انها بتساوي حاجه ايه بره الكوزاين والساين. تمام، at the same time the color B is sliding outward along OA بحيث ان R يساوي equal 100 T squared. يبقى معناه ان ال B دي بتبعد، او ال B دي بتاعت او بيزيد بعدها عن ال O بالردة. يبقى ده تعريف ايه ال R. طبعا انت ممكن تجيب معادلة المسار زيها زي ال X وال Y. يعني انت دلوقتي لو جبت ال T as a function of theta وعوضت بيه هنا، يبقى انت كده جبت r as a function of theta، يبقى كده جبت معادله المسار اسمها polar equation of path. تمام، نفس الطريقه اللي كنت بتعملها فين في x وy، بتجيب معادله المسار ازاي في x وy، بشيل ال t وعوض عنها بالx، او اشيل ال y وعوض مكانها بالايه، او اشيل ال t وعوض مكانها بال y. تمام، او بلحم الاثنين في بعض. تمام، if in both cases t in second determines the velocity and acceleration of the cooler when t بتساوي 1 second ايه بعد ما تعدي 1 second. طبعا احنا متخيلين ايه اللي بيحصل، البتاع ده بيلف كده، العمود ده كان هنا بعد كده قعد يلف كده 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 لغايه وصل للبوزيشن ايه بعد 1 second. طبعا نتيجه اللفه دي والبتاع دي سموث، قوه الطرد المركزيه هتخلي الحلقه بيدي تتزحلق لبره. خد بالك مش شرط ما يكونش فيه فريكشن، انت جربها كده، حط حتى حط قلم على الارض وحط عليه حلقه بس خليه مرتفع شويه على الارض ولفه كده، هتلاقي ان الحلقه دي طارت لبره. ليه؟ بسبب السنترفيوجر فورس. تمام، انا عاوز احل المساله دي، افضل طريقه تحل بيها المساله دي لازم تحطها فوق بعضها كده، هتحط الار تحتها الار دوت تحتها الار دبل دوت وتفاضل في الاتجاه ده كده. يبقى انت عندك 100 تي سكوير، بعد كده 200، بعد كده ايه 200، بعد كده اعوض بالتايم الواحد، يبقى كده عندي الكومبوننتس بتاعتي بتاعت كل ايه بتاعت اللحظه بتاعت ايه 1 سكند. وحط خط كده فاصل، حط فاصل كده ما بين الار والسيتا. تمام، يعني حط خط بيفصل ايه ما بين،
والناحية التانية برضه نفس الكلام، سيتا سيتا دوت سيتا دبل دوت. لو عملت الحركة دي المسألة خلصت، لكن انت بعد كده تعمل ايه؟ هتاخد الأرقام دي تعوض بيها في الإيكويشنز الإيه اللي احنا حافظينها. عندك هنا تي تكعيب 3 تي 6 تي، طبعا الأنجل اللي هتطلع لك هنا راد، يعني ده واحد راديان بكذا ديجري، دي 3 راد بير سكند، دي 6 راد بير سكند سكوير. تمام؟ طبعا كده معناه ايه؟ لما تكون سيتا عندك ب 57 انا كده عرفت البعد بتاعي عن الاكس اكس شكله ايه، وان الار ده مايله بالزاويه دي. طبعا انت بتشوف على الرسمه سيتا بتزيد في اي اتجاه ومرسومه ازاي، مش محطوط، انت لازم تحدد البدايه بتاعته، بس نسبه 100% لازم نحدده لك السبب، ان يعني سيتا بتساوي زيرو دي لازم ليها مكان محدد. تمام؟ طب لاحظ ان في، لاحظ ان هو ماشي على المسار ده، شايفين المسار اللي هو الازرق ده، ده هو اللي ماشي فيه، مش ماشي على العمود ده لان هو بيلف وبيتحرك، فهتلاقي الفي تنجنت ليه، فهيكون ليها الزاويه بتاعتها اللي هي اسمها ايه، هو مسميها هنا دلتا، سميها زي ما انت عاوز. تمام؟ طبعا هجيب مين؟ هجيب الفي. طبعا الفي هو عاملها بولد عشان ده فيكتور ار دوت ار سيتا دوت، هنعوض بالارقام اللي احنا جبناها عادي تعويض مباشر، وهنقدر نجيب الماجنتيود بتاعها. طبعا الدلتا دي الانجل فين؟ فيعتبر في في الكوردينيتس بتاعت ار وسيتا. تمام؟ مش دي كوردينيتس ار وسيتا؟ يبقى دي ايه؟ هتبقى الكونفرس بتاعتك هنا دي في سيتا، والتان بتاعتي مقابل على مجاور، مقابل اللي هو مين؟ في سيتا، ومجاور اللي هو مين؟ في ار. كده جبت الدلتا. طب الدلتا بالمخ كده هي تعتبر مجموعه على مين؟ مجموعه على السيتا. فانا كده بقى الزاويه بتاعتي اللي هي الانجل بتاعتي دول لما يجمعوا على بعض يبقى 111، يبقى دي سيتا في. سيتا دي مش اللي هي السيتا اللي هي اللي احنا بنقيسها، لا دي الانجل بتاعتك بتاعت ايه؟ في، بالنسبه لمين؟ للاكس اكسيس. تمام؟ طبعا يبقى كده لو جبت انت سيتا في تعرف تعمل الفي از فيكتور في اكس وواي؟ اه تعرف، عندك الماجنتيود وعندك الانجل تقدر تعمل الكونفرس بتاعتك مفيش مشكله. نيجي للاكسلريشن، عند القانون ده انا حافظه، عوض بكل كومبوننت باشارتها. بس حاجه، لو تلاقي لك اي حاجه هنا نيجاتيف هاخدها بالنيجاتيف، خد بالك من النقطه دي، يعني هنا لما اجي اعوض مثلا جت لي هنا ار، دي طبعا ار وهتطلع بصفر، تلاقي لك ار دبل دوت نيجاتيف احطها نيجاتيف، تلاقي لي سيتا دوت نيجاتيف احطها نيجاتيف. تمام؟ تلاقي لي الكومبوننتس بتاعتي نيجاتيف، بس دول فين؟ في الار والسيتا. هجيب الماجنتيود بتاعها. يجي إيه بقى نقطه الانجل، الانجل بتاعته متقاسه فين؟ في ار وسيتا. بس خد بالك ان الكومبوننت دي كانت نيجاتيف فراجع لورا، يبقى الانجل بتاعتي دي فاي. طبعا فاي دي الانجل دي عباره عن ايه؟ الانجل بتاعت الفيكتور ايه بالنسبه للار وسيتا كوردينيتس، طبعا تعتبر مقابل اللي هو مين؟ ايه سيتا على ايه ار. بس خد بالك ان الانجل دي كلها على بعضها المفروض كام؟ الاصليه اللي هنا دي 180 ناقص كام؟ فاي. ايه واضحه؟ يبقى انت ساعتها ايه؟ هتقول 180 ناقص فاي زائد الانجل بتاعت سيتا. يبقى انت لو انت مش عارف تعملها كده ارسمها فيرتيكالي، اعمل اسقاط. بس اسمع الجمله دي، دي طريقه الحل الاسهل، هتيجي من فوق كده وتسقط. عندك ادي الاكس، وادي عندك الار، وادي عندك السيتا، وحاول تسقط تو سكيل شويه، يعني حاول تخليها منطقيه. فانت عندك الفي اهي، تمام؟ الفي دي عامله زاويه كام؟ وادي السيتا، الفي دي عامله زاويه كام؟ دلتا اهي. تمام؟ انت لو حطيت الدلتا هنا اهو، مش دي هتلاقي دي سيتا؟ يبقى الزاويه دي كلها على بعضها هي نفسها مع مين؟ مع اكس. وضحت؟ تعال ارسم لكم، تعال نرسمها هنا في النظافه هنا. لو انا عاوز اعملها بقى الاكسلريشن، اهي الاكسلريشن كان عندي، ادي الاكس اكسيز اهو، تمام؟ وادي عندي الار، وادي عندي الزاويه بتاعتي اللي هي مين؟
زاوية سيتا، وادي عندي الاكتريشن، ادي عندي اتجاه الار وادي اتجاه سيتا، وادي عندي الكومبوننت بتاعت مين ار او اي اس اي هنا. يبقى هي كده كده. ليه عملتها لورا كده؟ لان هي الكومبوننت بتاعت، لاحظ هنا ان الكومبوننت بتاعت الار نيجاتيف، فهي عكس الار. تمام، هنا ايه نيجاتيف، اقول لها نيجاتيف 700. تمام، هقدر اجيب الزاويه دي ولا لا؟ سميها فاي، زاويه فاي ده مقابل وده مجاور، عندي الاثنين كونفرس بتاعتي كده قدرت اجيب فاي. بس انا عايز اجيب الزاويه مع مين؟ مع اكس، اللي انا عاوز اجيب مين اني انجل، اللي هي الانجل دي. طبعا سيتا بالتبادل تبقى هنا. تمام، لا ده بالتناظر، اسمه التناظر، يبقى بالشكل ده. طب يبقى الزاويه بتاعتي اصلا الاصليه المفروض اللي انا هجمعها على السيتا بكام؟ الزاويه دي اللي هي تعتبر كام؟ 180 ناقص 4، هجمع الرقم اللي طلعته ده على سيتا، يطلع لي كل ده، يطلع لي مين؟ سيتا ايه. طبعا اقدر اعمل لها ريزوليوشن بعد كده فين؟ في الاكس والواي. طبعا ممكن اخلي الواي بتاعتي كده. تمام، ويفضل الواي تكون كده. ليه بقى؟ لان انا لو عملت بالرايت هاند رول لازم يقفل ايه الزد معايا في الاتجاه ايه اللي فوق. بس طبعا ما تفرقش حاجه، بس هو الواي هتبقى كده في الغالب في الاتجاه ده. تمام، في اي حد عنده مشكله في ايجاد الاتجاه والكلام ده كله؟ يبقى لازم بولر كوردينس، لازم ترسم الرسمه عشان تعرف ايه الزاويه بتاعتك. مش عاوز ترسمها احفظها، الزاويه بتاعتك في الاكس في الار والسيتا زائد زاويه سيتا، هتطلعها لك على طول يعني، ممكن حفظ. بس دي لازم تاخد بالك بقى ان انت تعملها زيها زي الاكس والواي بالظبط، تشوف انت في ربع الكام والكونفرس دي بوزيتيف ولا نيجاتيف والكلام ده كله. تمام، بس انا افضل ترسمها، ما تعتمدش على عينيك او مخك بس، ارسم واستخدمه. تمام، في اي حد عنده مشكله؟ نيجي للمثال التاني. ذا سيرش لايت. بس معلش يا دكتور، اتفضل. انا كنت بسال بس هو التناظر دي اللي هي هيتنج انجل ولا كورسبوندنج؟ بص انا مش فاكرها بالانجليزي، مش عارف ليه مش راضي تيجي على بالي دلوقتي، بس انا هقول لك. بص في زاويه كده هقول لهم لك، ارسمهم لك وانت تشوف الاسماء بتاعتهم مقابله ايه. دي لو عندي زاوية سيتا هنا، فالتانية دي سيتا برضو اسمها تقابل بالرأس. تمام، ولو عندي سيتا كده وسيتا كده دي اسمها بالتناظر، ودي سيتا كده وسيتا كده بيساوي بعض بالتبادل. شوفي بقى مسميات ايه عندك، لان انا مش فاكرهم دلوقتي بصراحة بالانجليزي خالص، مش شديد اللي على بالي. تمام، وصلتي كده؟ خلاص تمام، وصلوا؟ تمام شكرا. بس يكون الشرط دول متوازيين، لما كل دول ده متوازي وده موازي. تمام شباب، دلوقتي نيجي لايه؟ بيقول لك ذا سيرش لايت كاستس ا سبوت اوف لايت. تمام، عارفين زي السجون كده بيعملوا دوريه كده، بيبقى فيه كشاف ضوء يقعد يلف ايه على الحته كده يشوفها ويشوف اي حد ايه ماشي جنب السور. Along the face of the wall that is located 100 meter from the searching light. يبقى دلوقتي ادي مصدر الضوء بعيد قد ايه عن الحيطه؟ 100 متر. Determine the magnitude of the velocity and the acceleration at which the spot appears to travel across the wall. عاوز السرعه والعجله اللي الكشاف دي ماشي عليها. طبعا الكشاف لو كان هنا هتبقى واقف كده، هيجي هنا هيمشي كده، فيعتبر ان هو ماشي على الحيطه. خد بالك هو لما يجي يتحرك كانه ماشي على الحيطه، فهو عاوز ايه؟ السرعه بتاعت نقطه الضوء. طبعا نقطه الضوء دي بارتكل بالنسبه لنا، ليه بارتكل؟ ملوش دايمنشنز ونقطه. تمام، واحنا مش مدخلين كتله في اي حاجه، فنقطه الضوء دي تعتبر ايه؟ بارتكل بالنسبه لنا. بيقول لك از انسنت سيتا بتساوي 45. طبعا الراجل كاتب لك سيتا رسمها لك على الرسمه، فانت البعد عن مصدر الضوء بالنسبه للبارتكل هو مين؟ ار، فهو رسم لك هنا ار، يبقى ده الايه؟ الوضع بتاعك.
The session rotates at a constant rate of theta dot. طبعا كده بفهمنا ان احنا بنتعامل مع حركة ايه؟ rotation. بس لو واحد ذكي كده, the spotlight moves always on the wall. بالتالي الحركة بتاعته هنا ايه؟ linear. يبقى انت كده البارتكل بيعمل حركتين في نفس الوقت, حركة linear وحركة rotation. ينفع الموضوع ده؟ اه ينفع. بالنسبة للكوردينيتس بتاعت x و y هو ماشي ايه؟ linear. بالنسبة للكوردينيتس بتاعت r و theta هو بيعمل ايه؟ rotation. بس هو في الاصل يعتبر الاوقع هو ماشي ايه؟ linear. فانت لو عندك هنا ده ايه؟ اتجاه x, عشان ده اللي قلنا يبتدي منه theta, يبقى ده اتجاه y, يبقى الجسم ده ماشي فين في بس؟ في y. يبقى احنا كده عرفنا اتجاه v بمجرد النظر. احنا كده عارفين اتجاه v, بس بقى ان وخد بالك معانا حاجة تانية, معانا الزاوية هنا ايه؟ سيتا. يبقى انا كده اقدر اجيب VR و في ايه؟ و في سيتا. تمام؟ يبقى انت كده ده اللي بيربط لي العلاقة, ادي واحد, ادي حالة بتبين لك العلاقة ما بين الاثنين. طب انا دلوقتي انا استفدت ايه لما عرفت ان هو ماشي على الحيطة؟ ان انا محتاج معادلة المسار. معادلة المسار عبارة عن ايه؟ لاحظ ان R في اي لحظة بتساوي ايه؟ r كوزين ثيتا بتساوي 100, مش r كوزين ثيتا في اي لحظه بتساوي 100. اهي من المثلث ده, مش دي قائمه دائما وده مثلث قائم, يبقى r كوزين ثيتا دايما ب 100. يبقى r في اي لحظه لو عاوز اجيبها بدلاله ثيتا هتبقى عباره عن ايه؟ 100 سيك ثيتا. خد بالك من النقطه دي, مهمه جدا. أنا جبت معادلة المسار عشان أنا مش لاقي أي علاقة بتربط لي ما بين الأر والإيه والسيتا. تمام؟ طبعاً معادلة المسار دي جبتها منين؟ لأن أنا عارف شكل الحركة شكله إيه وعارف الكلام ده كله. تمام؟ طب واحد يقول لي طب يا دكتور لو خط ده مايل كده, يعني طبعاً المسألة تبقى صعبة جداً وكده هتفضل لينير, يعني لو خط ده مايل كده وبعد ده كده وأر كده هستخدم قوانين الكوزاين رول, لان الزاويه ثيتا هتبقى ايه؟ بتزيد في الاتجاه ده وارك ثابته, وفي البعد ده يبقى عباره عن ايه؟ هتبقى ار كوزاين ثيتا, هتجيبها بقى ايه؟ العلاقه مع بعضها. بس احنا غالبا مش هنعملها فيك لانك انت ايه؟ احنا عارفين الجيومتري بالنسبه لكم ايه؟ مشكله. تمام؟ طب انا كده معايا ايه؟ ار فانكشن اوف ثيتا. لو انا جبت الار دوت, لاحظ ان ده كام داله مضروبه في بعضها؟ دالة واحدة بس عبارة عن ايه؟ 6 ثيتا. 6 ثيتا التفاضل ايه؟ احنا حافظينه. عبارة عن 6 ثيتا تان ثيتا. بس ده جواها دالة تانية لأن الثيتا لوحدها فانكشن اوف تي, فهيطلع تفاضلها بره بايه؟ بثيتا دوت. طبعا بالله عليك لما تيجي تفاضل ما تنساش دي, لأنك أنت اليونتس بتاعت أر دوت عبارة عن ايه؟ متر بير سكند بير سكند. طب دلوقتي دي 100 متر, مش ده 100 متر؟ طب انت دول اليونتس بتاعتها بكام؟ يونت لس اللي هي سيك وتان, يبقى لازم يكون في 6 دوت عشان تديك مين؟ الواحد على سكند. طب دلوقتي انا عايز اجيب الارض بالدوت. لاحظ كارثه بقى, دوت كام ده؟ 1 2 3. يبقى انت هتفاضلهم ايه؟ تفاضل الاولى في الثانيه والثالثه. تفاضل الثانيه في الاولى والثالثه. تفاضل الثالثه في الثانيه والاولى. طبعا ده تفاضل بتاع ايه؟ رياضيات عادي خالص, تقدر تفاضل انت مفيش مشكله. ممكن اقول لك على واحده مثلا منهم, يعني مثلا دي لما اجي اتفاضل السك تفاضل ايه؟ سك ثيتا تان ثيتا دوت. خد بالك الثيتا دوت اللي طلع دي التفاضل دي بس في تان ثيتا القديمه وثيتا دوت القديمه. طب الثانيه تفاضل تان, تفاضل تان عباره عن ايه؟ سك سكوير ثيتا وتفاضل اللي جواها ثيتا دوت, ودي لسه الاولى زي ما هي والسيتا دوت زي ما هي. اخر واحده اللي هي سيتا دوت تفاضلها ايه؟ سيتا دبل دوت. ممكن تلمهم في كويشن واحده كده او ما تلمهمش, خليهم زي ما هم براحتك, بس تفضل ايه؟ تلمهم كده ايه؟ على نظافه. طبعا يبقى انا كده اقدر اجيب ايه؟ عندي سيتا دوت كونستانت, يبقى سيتا دبل دوت ايه؟ بزيرو. بالمخ كده. ما انا كده معايا الفانكشن بتاعت مين؟ سيتا دوت. وعندي سيتا الراجل كتر خيره قال لي ان هي ب 45, دي جيفن.
يبقى انا اقدر اجيب الار ار دوت ار دبل دوت، اعمل ايه؟ اخد الارقام الحلوه دي واعوض بيها فين؟ في الكركبه دي كلها. هيطلع لي ار عند الثيتا ب 45 وار دوت عند الثيتا 45 وار دبل دوت عند الثيتا كام؟ 45. طبعا واحد ممكن يجيب لي عند 45 تي بتساوي كام؟ بس انت كده هتورط نفسك في ايه؟ في دوشه كبيره. يعني انت ممكن تعمل ايه؟ اقول لك بس الحل ده ما تستخدموش، انا اقول لك ليك انت بس. ممكن اكمل دي يبقى 4 تي، صح ولا غلط؟ يبقى انت هتشوف 4 تي بتساوي كام؟ 45 ديجري، يعني تساوي 4 تي ب 45 ايه ديجري، وساعتها تعوض هنا عن سيتا، يبقى انت كده جبت الار فانكشن اوف تي، وتقدر تجيب الار عند اي تي. بس دي يعني لفه ايه، ملهاش اي 30 لازمه. طالما انت معاك السيتا دوت والسيتا دبل دوت والسيتا، ومعاك الار ار دوت ار دبل دوت، تقدر تجيب الفي ومنتهى السهوله. هتعوض في القانون، بص حفظ احفظه، عايز تحفظ اثباته موجود عندك في الكتاب، تقدر تحفظ الاثبات لو انت مش عاوز تحفظ. تمام كده معاك الفي. لاحظ الفي مكانها فين؟ هنا. يبقى انا لو طلبت منك ان انت تجيب الدايركشن بتاعها، فيبقى هو عباره عن ايه؟ يبقى الزاويه بتاعتك سيتا بكام؟ ب 90. ده لو قلت لك الدايركشن بتاعها. عايز تجيبها فيكتور، هتقول ان في بتساوي كام؟ 50 واي 800 واي او 800 جي بقى. تمام كده جبنا مين؟ الايه. نيجي بقى لمين اللي جبنا الفي. كده نجيب الايه، نفس الكلام معاك الار دبل دوت والار والسيتا دوت والكلام ده كله، تقدر تعوض بيهم هنا، هيطلع لك ايه؟ الايه. لاحظ ان الايه الاثنين كومبار طلعوا ايه؟ متساويين. ليه متساويين؟ متوقع، لان الاكسلريشن بتاعتك لازم تطلع هنا، صح ولا غلط؟ ولاحظ ان في برضو الاثنين كومبار طلعوا متساويين، لازم يطلعوا متساويين عشان الزاويه بتاعتك لازم يكون ماشيين في لاين كده، لان الزاويه 45 عندك، خد بالك الزاويه 45، لو الزاويه 30 دي هتختلف عن دي. تمام؟ بس انا بقول لك متوقع عشان 45. ولازم تطلع الايه بتاعتك برضه لينير كده. فانت لازم لما تيجي تجيب المساله دي، بص بقى هقول لك حاجه، يعني دي مثلا 30، فدي لازم تكون 30. فانت الكونفورت بتاعت في ار وفي سيتا، لو جبت التان انفرس سيتا بتاعت في سيتا على في ار، لازم تطلع ال 30. لازم. ليه؟ عشان خاطر هي دي الزاويه بتاعتك، هتبقى في ار على في سيتا اللي هي مقابل على مجاور، لازم يطلع التان بتاعه كام؟ ب 30. فانت ممكن تعمل تشيك بالاجابه بتاعتك في الاخر بعد الدربكه دي كلها، تعمل تشيك بالشكل ده. ولازم الايه تطلع في نفس المساله دي ايه؟ نفس الكلام، يعني لازم تكون الزاويه دي هي نفسها سيتا. ليه؟ لان الحركه هنا لينير على الحيطه. تمام؟ في اي مشكله في الكلام ده؟ نيجي بقى لمساله ثانيه. بيقول لك the rotation of the forked rod. forked rod معناه ايه؟ ان هو مفتوح من النص كده، فورك يعني شوكه، عامل زي الشوكه كده. فاكر الشوكه الرنانه بتاعت ابتدائي؟ فانت لو جسم جواه هنا مسموح لي يعمل ايه؟ يطلع وينزل جواه. تمام؟ مسموح لي ايه؟ يعني انت لو عندك فورك كده يطلع وينزل. تمام؟ بس مجبر يلف معاها. يعني لو لفت يمين هو هيلف يمين، لفت شمال هو هيلف شمال. يبقى العمود ده الرد ده مجبرك ان انت تعمل ايه؟ الروتيشن بتاعته. يبقى بيكسب البارتكل بتاعك اللي هو جوه الفرك ده السيتا. تمام؟ دلوقتي عاوز اجبره ان يمشي في ار معينه. الار دي عباره عن ايه؟ around a slotted boss. slotted boss ان البتاع ده محفور في الارض. يعني انت لو بصيت عليه كده من فوق كده 3D كده، هتلاقي المسار كده محفور في الارض كده، عامل كده ونازل تحت كده سنه صغيره ومحفور كده. تمام؟ نازل المنطقه دي، نازل تحت كده. تمام؟ فانت لما يجي البن داخل جواها ايه اللي هيحصل فيه؟ هيبقى مجبر يمشي جواها 100% بقى. يعني انت دلوقتي لو البن لف، يعني الفورك دي لو لفت كده
تمام؟ لأن هي مربوطة هنا في مسمار. إيه اللي هيحصل؟ هو مجبر يلف معاها بس مش مجبر يتحرك جواها. مين بقى اللي هيجبره يتحرك جواه؟ الجروف ده هيفضل ماشي جواه كده كأنه ده التراك اللي هو ماشي فيه. يبقى R بتساوي 0.51 كوزين سيتا، دي اسمها معادلة إيه؟ المسار اللي أنت ماشي فيه. والفرق دي لازمتها الوحيدة بتديني إيه؟ سيتا، سيتا دوت وسيتا دبل دوت. لاحظ إن هو الاتجاه بتاعه متبص في هنا ومديك البداية من هنا. تكير بص البداية منين؟ من هنا. الستوت الباص ده a portion of which is the shape of cardioid. طبعا الكاردويد ده اسمه المنحنى القلبي، وده انت كنت بتدرسه في الرياضة بس اتلغى، لأن حتى الرياضة بتلغي فيها حاجات فانت مش مطالب ان انت تعرف ترسمه ولا تعرف تجيبه. هو طبعا لو انت كنت درسته في الرياضة، لو اخدته في الرياضة ماليش دعوة يعني، بس هو بقاله كتير ملغي معرفش رجع ولا لا. فانت الكاردويد ده انت بتقدر ترسمه، تمام؟ احنا فاكرينك ان هو ملغي من عليك، فاحنا مش هنطلب منك ان انت ترسمه ولا تيجي ناحيته، احنا هنرسمه لك، تمام؟ او حتى لو ما ترسمش انت متخيله، تمام؟ فده الايكويشن بتاعته. هو سيتا الريد تكي سيتا اللي هنا الريد، عشان لما تعوض بيها ما تعوضش بيها ديجري، تمام؟ طبعا لو عوضت بيها ديجري ما فيش مشكله، بس هتحولها من الريد. If the ball velocity 4 feet per second and its acceleration A is 13 feet per second square. لاحظ ان دي velocity كبيرة ودي acceleration كبيرة. As the instant theta بتساوي 180. طبعا theta 180 ليه؟ لان انا بقيس من هنا ولفة لغاية هنا، فطبعا الزاوية theta دي تبقى كام؟ 180. واضحة جدا على الرسمة. طالما انك determine the angular velocity theta و angular acceleration theta double dot of the fork، تمام؟ اول حاجة هنعملها ايه؟ هنفاضل r وال r dot وال r double dot. طبعا دي تفاضلها عبارة عن ايه؟ كوزين theta تبقى sin theta negative sin theta و theta dot، بعد كده تفاضل حاصل ضرب دالتين هيطلعوا ايه بالشكل ده. يبقى انا كده جبت ايه؟ ال r وال r dot as a function of theta و theta dot. لما انا اكون ايفالويت الريزلت لما سيتا بتساوي 180، اعوض بال 180 هنا. خد بالك من حاجه، ال 180 انت ممكن تحطها ديجري عادي هنا. يعني هو لما اقول لك سيتا بالراد دي جوه الكوزاين، قلت لكم اي زاويه جوه الكوزاين او ساين ايه اللي بيحصل فيها؟ بتتقاس بالديجري. حتى لو هي راديان دخلت لازم تتقاس ديجري، يعني ما حدش يجي هنا يحط لي كوزاين باي، المساله هتطير منك. لو انت كتبت كوزاين باي ماشي، بس هل قلب الآلة راد ولا قلبها ديجري؟ لو قلبها ديجري شلت المادة، تمام؟ لو حطيتها كوزين باي والآلة راد اللي يحصل تقدر تحلها مفيش مشكلة. طبعا نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا، ولاحظ ان هي دي واحد فيت اللي هي كوزين 180 ناقص واحد ناقص واحد واحد واتنين ونص بواحد. طب دلوقتي بما ان في بتساوي 4 فيت هنعمل ايه؟ لاحظ ان ار دبل دوت مش هترفع تجيبها، ليه؟ لان سيتا دوت ايه؟ مبنيه على اساس ايه؟ سيتا دوت. لاحظ ان ار دوت بتساوي زيرو. هل معناه ان ار دوت بتساوي زيرو ان السرعه ان الجسم ثابت في اللحظه دي؟ لا، لان الفلوستي مبنيه على ار دوت وار سيتا دوت، فحتى لو ده زيرو مش معناها ان الحركة الجسم ساكن، تمام؟ يبقى انا هعمل ايه؟ هسوي ال V magnitude بالاتنين كومبوننت. هتلاحظ ان انت عندك الارقاء هنا بتساوي زيرو وايه؟ واحد سيتا دوت. كده ده التجريب بالسيتا دوت. طبعا لاحظ ان السيتا دوت ليه اجابة بوصف ونيجاتيف. هنختار مين؟ بالمخ كده احنا بنلف في الاتجاه ده والراجل رسمه لك، يبقى احنا هناخد اني قيمة بوصف. وطبعا متوقع جدا 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 إن السرعة موازية لمحور إيه؟ واي، اللي هي تعتبر إيه؟ تانجنت المسار، ولاحظ إن التانجنت في المنطقة دي بربنديكولار، يبقى رأس الأسفل، يبقى معناها إن الكونفرت الوحيد اللي عندك اللي هي مين؟ سيتا، وده اللي كان إيه؟ ظهر عندنا. إحنا كنا متوقعين الكلام ده قبل ما نطلع الأرقام. طبعًا ممكن المسألة دي كلها أجيبها لك في الامتحان عند زاوية تانية، يعني ممكن أقول لك الزاوية دي هنا 120، ساعتها تطلع لك هنا دي function of r و theta
ار دوت و ثيتا دوت وهتعوض بالاثنين مكان بعض وتطلع لك فانكشن هنا عادي يعني. تمام. طب عندي الاي دلوقتي الثيتا دوت بقت موجوده عندي, هساوي بالماجنيتيود بتاعها كل دول موجودين معايا ما عدا مين الثيتا دوت, اقدر اطلع تطلع لي الثيتا دوت ايه 18 جرام. يبقى انا كده جبت اجيبني الاثنين دول. طبعا لو اخدت الارقام دي عوضت بيها اقدر اجيب دول منتهى السهوله. تمام. في اي مشكله في الكلام ده يا شباب؟ في اي استفسار عايزين تستفسروا عليه, عايزين تسالوا اي حاجه؟ كده المحاضره خلصت. تمام. اه بعد اذنك يا دكتور. اتفضل. انا دلوقتي مسجل ستاتكس وديناميكس والاثنين ميد ترم محطوط في نفس الميعاد ونفس القاعه. اه ازاي هتمتحن المادتين في نفس الوقت وفي نفس القاعه كمان؟ بس دكتور حسين قال اللي هم الناس اللي هي معاها المواد بتاعتها معاهم المادتين امتحن اي واحده من الاثنين. تمام. تمام. بعد كده امتحنك الثانيه دي في ميعاد ثاني في اي وقت ثاني. بس اقول لك على نصيحه يعني شخصيه بس انا بس مني, امتحن الديناميكا واخلص منها, وحتى لو ليك حد من زمايلك نفس الكلام خل امتحن الديناميكا الاول لان امتحان الديناميكا لذيذ شويه فانا عايزكم تلفدوا بيه. تمام. ماشي. طب وكده كده الاستاتيكا ومذاكرتها اسهل يعني. انا يعني انفت بالمذاكره اللي هي الكويسه وقبلها جمعه ومش عارف ايه الامتحان الديناميكا, مش عشان دي مادتي بس انا ما بحبش, بس عشان الديناميكا اصعب ومذاكرتها اتقل والامتحان انا شايفه حلو فانا مش عاوز ايه يعني كده لا امتحان كده امتحان مختلف, فانا مش عاوزك تبقى ايه ممتحن في امتحان ماده ثانيه. انت بتحسن الاستاتيكا فانت كده كده يعني نجح فيها, فما تجيش في الديناميكا اللي هي لسه جديده هي الايه تقرف نفسك بيها. تمام بالظبط. انا لما بتكلم كده على اساس ده عشان ممكن الاستاتيكا ما يمشي امتحان تعويضي ولا حاجه فضيه عليا. لا 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 دكتور حسين قالك لا عادي, قالك اللي هم مش تعويضي انت مش هتبقى تعويض دلوقتي, ده ما اسموش تعويض, ده امتحان تاني يعني. انت هتمتحن وتيجي بعد الامتحان تقول دكتور احمد عيسد انا امتحنت امتحان الديناميكا دلوقتي عشان انا معايا الاثنين, وهيقول لك بقى الميعاد الثاني تمتحن امتى. بس اتفقوا بس ما تعملوش دربكه يعني, حاول تتفق مع زمايلك اللي هم نفس الكلام دول تمتحنوا كلكم الديناميكا وبعد كده تمتحنوا مع بعض الاستاتيكا, هتبقى ارحم لكم بدل ما كل واحد يمتحن الاستاتيكا وواحد يمتحن ديناميكا وتدخلوا في ايه في يعني تبقى ملخبطه الدنيا. وانفت بالديناميكا لان دي الماده اللي هي جديده, خلي التحسين بعدين مش مشكله يعني. انت وكمان الاستاتيكا مذاكرتها سهله, حتى لو قلنا لك في يوم ثاني تعرف تذاكرها, اما الديناميكا تبقى مشكله كبيره قوي لو جالك امتحان ثاني مختلف. تمام. تمام يا دكتور, شكرا جدا. ودي قولها لزمايلك برضو يعني ما تبقاش يعني بما ان قلتها لك قولها برضو لزمايلك الباقي. تمام. في حد تاني عنده استفسار يا شباب في حاجه؟ تمام. اشوفكم على خير بقى المحاضره الجايه ان شاء الله تبقى في الكليه باذن الله تعالى. تمام. تمام. تماما تمام شكرا.